أهلا بكم في النشاط الاقتصادية تستمر مملكة البحرين في إقامة منتدى استثمر في البحرين في سعيها الدؤوب لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية التفاصيل في التقرير التالي تحتفل المملكة بمرور عشر سنوات على منتدى استثمر في البحرين فعالية سلطت الضوء خلال عقد كامل على فرص استثماريه ذهبيه في الصناعات ذات القيمه المضافه لتشمل المنتجات المعدنيه والالمنيوم والبتروكيماويات وها هي اليوم تركز جل اهتمامها على الصناعات المعرفيه والغذائيه والسياحيه طبعا القطاعات هي القطاعات الموجوده في البحرين الان ونحاول نوسع قاعده القطاعات الموجوده التركيز الاساسي طبعا صناعه الالمنيوم والبتروكيماويات القطاع السياحي هو تركيز جديد لنا قطاع المعلومات والانظمه والاتصالات والقطاع اللوجستي الهدف الاساسي من من عقد هذا المنتدى هو عرض الفرص الاستثماريه اللي موجوده في البحرين على الصعيدين المحلي والصعيد الخارجي فاحنا نطمح ان نوفر فرص للبحرينيين ونطمح ايضا في نفس الوقت ان احنا نستجذب رؤوس اموال اجنبيه الى البحرين. وفي سعيها لتاسيس المناطق الصناعيه النموذجيه يرى المراقبون بان تجربه البحرين كانت وما تزال محط انظار العالم في تعظيم الشراكه بين القطاعين الحكومي والخاص لزياده الاستثمار الصناعي المدروس وتنويع عوائد الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب تقنيه وشراكات استراتيجيه من داخل وخارج البحرين هو يكفيك ان نطالع او يعني بحكم ملاحظتنا على مدى الدورات اللي صارت فيها الفعاليه هذه ملاحظ انه هو في تطور في ازدياد عدد الصفقات مثل ما قرينا في الاعلام في مملكه البحرين عدد الصفقات يرتفع سنه عن سنه هذه مؤشر طبعا ان هذه مشروع ناجح مشروع يفيد الاقتصاد ونتمناه الصراحه كل التوفيق واحنا ندعمه دائما تظاهره اقتصاديه بحجم منتدى استثمر في البحرين يعلق الجميع عليها امالا عريضه في ان تخرج بصفقات استراتيجيه تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني مساهمه بذلك في تخفيف وطاه الهبوط الحاد لاسعار النفط وخلق المزيد من فرص العمل للعماله الوطنيه ورفض السوق المحليه بالتقنيه الحديثه